من مقر المنتدى أجرت موفدة تلفزيون المصري ليندا عبد اللطيف لقاء مع رحاب العيشي إحدى المتحدثات في حفلة افتتاح منتدى شباب العالم، التي أكدت من خلاله أن المنتدى فرصة لكي نتحدث عن تجاربنا الشخصية للشباب والمستقبل ما بعد الجائحة، أيضا كيفية التأقلم على هذه الحياة الجديدة. نتابع هذا اللقاء. ما زلنا موجودين في منتدى شباب العالم، ومعايا دلوقتي رحاب العيشي احدى المتحدثات في الحفل الافتتاحي اللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهلا بيك يا رحاب. اهلا وسهلا، شكرا. عايزين نتكلم عن انطباعك كده وشعورك وانت بتتكلمي قدام السيد الرئيس النهارده خلال الحفل الافتتاحي. ساعة أنا ياسر فرحانة بالفرصة اللي جاتني اليوم، اللي أنا نطلع فوق المسرح ونحكي على التجربة الشخصية متاعي، على الإديشن اللي فاتت من World Youth Forum، وإني زادة نحكي على تجربتي الشخصية، على خدمتي وعلى شنو نعمل في حياتي. وياسر فرحانة بالفرصة هذه. وإيه أكتر الجلسات اللي أنت متشوقة أنك أنت تحضريها؟ معناتها السنة الإديشن بتاع World Youth Forum تحكي على ياسر مواضيع اللي هي بوست بانديميك، يعني ما بعد الكوفيد بانديميك، وكيفاش معناتها نحاولوا احنا الكل كجنريشنز تو ادابت تو ذا نيو نورمال، احنا نتأقلم مع الحياة الجديدة. ودونك معناتها ما بين الحاجات اللي نحب نحضرهم السنة اللي هي الطرق للتأقلم مع الحياة الجديدة، وخاصة the digital transformation، يعني الترانسفورميشن يعني التحول الرقمي اللي هو معناتها ما بين الامباكتس اوف تأثيرات الكوفيد بانديميك.